اكيد هذا الحقيقي هون. اذا مش هذا هذا انا اكيد اذا مش كيفك عم ايش والله جابه بيت تيما موسى من هالشارع ولا من هي بعد اذنك تيما موسى مش شقره سمرة طويله في كثير شو قلت له ايه شو توصفها يا زلمه هذا خي هلا بيعمل نقصه شكله خي عنا بتهذيب خلص ما تاخذنا لا ما قصدي شيء هي عاطله الله يخليها وجمالها رائع هذا قصدي فيه يعني نحن رفقتها بالجامعه ما بدنا شيء منها بس بدنا نعطيها بس شغله للجامعه مش اكثر يا خي شو عم تقول له يا خي شو قلت له هلا قال له بيتها وين بس ما اشتغلت توصفها للبنت خلص قلت له تيما موسى ما فيها مواصفات بس اسمها بيتها وين خلص انا شاربي هيك بيحكوا العالم شارب خيال. لا 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 انا بحكي خلص عم اطول بالك حضرتك خي اكيد لحتى حارس المنطقه هون بس سؤال نحن اوادي مخي ولاد عائله بدنا تيما بس عايزينا بيتها وين هون هون بس بعد اذنك يعني استاذ بامرك نحن لا خليني محترمك لك يا خي بقاش تحكي شكوت انت شو بقاش تحكي ورمني كل كف انت ودوقه بقاش ضربك ما بعرف انا عم بحكي معك اتركوا هاد شو بدك فيه خيي تيما وين بيتها بس هلا ما نعرف احنا الله يخليك يعني بعد رحت انفل خلص رحت انفل تيما شوكم هيدا خيك اذا فينا خبيط خيي هيدا مش خيي مين هيدا هيدا مجنون الضيعة بدلو قاعد حد بيته لولو روح العب بعيد يلا لولو يلا باي لولو باي لولو يلا لولو يلا الله لا يوفقك شو كان بدنا نجي نشوفك يا اختي كسر له سنانه للزلمه روحي يا طلعتك الليل يلا مجانين بتضيع عندك لا روحي روحي يا اختي روحي خليكي ببيتك ما عادش بدي اياكي